عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام، يا رب دايما في أحسن حال، وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم مبارك عليكم وعلينا وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. طبعا النهاردة يوم جديد ومسابقة جديدة، والحلقة الثانية من مسابقتنا الرمضانية أوجد الاختلاف ما بين الصورتين. زي ما قلنا مسابقة السنة دي إن شاء الله عبارة عن إننا بننزل صورة، الصورة ديت فيها 5 اختلافات، المفروض إن أنت بتعرف ال5 اختلافات اللي موجودين في الصورة وبتقول لنا إيه هما وبتكتبهم لنا في تعليق أو في كومنت. وزي ما قلنا قبل كده إن المسابقة بتاعتنا هتكون سحب جايزة كل 7 حلقات هيكون معانا فايز. وزي ما قلت الجوائز بتاعتنا عبارة عن سحب على 5 موبايلات، أول 3 أسابيع كل أسبوع معانا فايز واحد، الأسبوع الرابع معانا 2 من الفايزين. في نهاية كل 7 حلقات هيتم سحب فايز معانا، وهيكون فايز معانا بموبايل إن شاء الله، وهيتم بعد كده عمل فيديو بال7 حلقات علشان ننزل ال7 إجابات بتاعت الصور اللي احنا بننزلها، ونعلن فيه اسم الفائز اللي هيكون معانا ان شاء الله. وعلشان ما اطولش عليكم هنشوف مع بعض صورة دلوقتي وطلعوا فيها الاختلافات. النهاردة ان شاء الله هتكون الصورة سهلة وان شاء الله الكل هيعرف. زي ما انتوا شايفين كده ديت الصورة اللي معانا النهاردة. المطلوب من حضراتكم ان انتم توجدوا لنا ال5 اختلافات اللي موجودين ما بين الصورتين وهتكتبهم لنا في تعليق. هتكتبوا لنا 1 اختلاف كذا، 2 كذا، 3 كذا، 4 و5 وهكذا بالشكل ده كده. وان شاء الله في نهاية الاسبوع هيتم السحب على فائز واحد معانا. طبعا تقدروا توقفوا الفيديو وتعرفوا الاجابة فين في الصور وتكتبوا لنا الكومنت. طبعا اكتبوا لنا الكومنت بالإجابة. زي ما شفنا مع بعض دلوقتي ديت كانت حلقة النهاردة من مسابقتنا الرمضانية اوجد الاختلاف ما بين الصورتين. يا رب تكون الفكرة عجبتكم وتكون المسابقة نالت اعجابكم. ما تنساش شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الأصدقاء، وإعجاب بالفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. بنوه لتاني مرة، شروط المسابقة ان انت اول شيء تكون مشترك في القناة، تاني شيء انك تجاوب على ال7 حلقات اللي هينزلوا بشكل صحيح. لو ربنا اراد ان شاء الله حد كسب معانا ممكن يكمل ويتابع معانا، لانه ممكن يكسب تاني وتالت ورابع، مفيش اي مشكلة مدام الموضوع هيكون قرعة، كل واحد وحظه ونصيبه. وفي النهاية تحياتي لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.